أثار هذا الشاب المصري واسمه أحمد عمر موجة كبيرة من التعاطف على السوشيال ميديا بعد رسالة نشرها على موقع تويتر يعلن فيها عدم قبوله في إحدى الكليات الجامعية، والسبب شكله. قصة أحمد بحسب ما رواها بدأت عندما ذهب ليقوم بامتحان يؤهله لدخول الكلية الرياضية التي كان يحلم بالالتحاق بها، لكن وبعد إجرائه خطوات عدة طلب منه نزع الكمامة، فبدت الندبة التي يعاني منها في شفته، ليطلب منه المسؤول عن القبول الخروج بسبب هذه الندبة التي لا تؤهله لدخول الكلية، رغم محاولات أحمد شرح حالته وبأنه سيخضع لعملية تجميلية بعد 5 أشهر. كل هذه المحاولات لم تنفع، لذلك لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي كاتبا قصته بالكامل بحسب ما شاهد وما اختبر وما شعر به، ليشتعل بعدها هاشتاج أحمد عمر ويتصدر في مصر وسط حملة تعاطف كبيرة ضد التنمر. وجاب طالب تاني اختبره من حاجة كده وعدى، كان في واحد رمى مكسور وعدى، ما عرفش بقى عدى من الجري ولا ايه، بس هو عدى من اللي انا كنت فيها ودراعه مكسور. فبعدين قال لي نادالي، قال لي تعالى، قلت له اتفضل دكتور، قال لي البس هدومك وروح. قلت له ليه يا دكتور؟ قال لي البس هدومك وروح. قلت له حاضر. فرحت لبست الهدوم، كنت لابس شورت، لابس تيشيرت والكوتشي وخارج، فقلت لا لازم اسال برضه يعني ليه، ايه السبب؟ رحت سالته، قلت له يا دكتور هناك هخرج بسبب الشتبه؟ قال لي اه. فيما يلي أبرز التعليقات التي وردت حول هذا الموضوع، والبداية بتعليق اعتبر ردا على أحمد نصب إلى دكتورة في كلية التربية الرياضية واسمها أمل نعيم، قيل فيه الأساتذة الذين اختبروه باللجان وجدوا تشوها بالذراع اليسرى ولا يتطابق حجم عظام الزند كما في حجمها بالذراع اليمنى، كذلك هناك عدم اتساق البناء الجسماني، وهو يعني ما ينفي أن السبب كان من أجل شفة أحمد عمر. أحد المعلقين وهو طبيب يدعى محمد كتب: كل الاحترام والدعم لأحمد عمر، أرجو من كل من يرى هذه التغريدة ولديه أي وسيلة تواصل مع أحمد أن يقوم بالتواصل لتقديم منحة 100% على الرسوم الدراسية. الفنان محمد عادل إمام كتب: متضامن معك وكل الدعم ليك. أخيرا تعليق رابع من محمد أحمد: للأسف اللي حصل مع أحمد عمر ممكن يحصل لناس تانية في أماكن مختلفة، التنمر شيء لا يمكن السكوت عنه.